الو، تفضل. الو، السلام عليكم. حضرتك سني ولا شيعي؟ انا شيعي الحمد لله. تفضل. عفوا، الحلقه تدور بنزول سوره النور. تفضل حضرتك، خش في الموضوع على طول. عفوا، جمهور المسلمين سنترك ما موجود. جمهور المسلمين يقول نزلت في ماريا، يعني الوحيد بن حنبل هو الذي قال نزلت في عائشة. طيب، جميل. سنلازم نسمع لا شيعة ولا سنة. يعني هو ابن حنبل هو الوحيد. نزلت في ماريا. خليني أكمل لو سمحت. واحدة بس. واللي نسبتها لنفسها، اسمح لي من فضلك، اللي نسبتها لنفسها هي الوحيدة عائشة، هي اللي قالت. أما جمهور المسلمين، كلهم يقولون نزلت في ماريا القطبية. جميل قوي. على شنو انت تحاور يا وليد اسماعيل؟ ترجل ما فيش مشكلة. جمهور المسلمين لكن باع طويل في عداء اتباع النبي. اسمعني. طيب. اسمعني، انت حضرتك قلت جمهور المسلمين قالوا الكلام ده، ماشي. ممكن تديني رواية صحيحة بس عن معصوم عندك قال انها نزلت في ماريا؟ واحدة صحيحة. لا، واحدة صحيحة بس. أنا أثق في كتبكم. واحدة صحيحة بس. ما ألجأ لكتب الشيعة. واحدة صحيحة. طيب، بلاش المعصومين عندك. نركنهم على جنب. أنا أشك في كتب الشيعة. اسمعني بقى، ما أنت حضرتك خلاص تكلم مركونين على جنب. إيه رأيك؟ بس تفسير. أنا بشكك في كتب الشيعة. ممكن تجيب لي يا عم، اسمع. تزيد في الكلام ليه؟ يلا. قفلت عليك الصوت لما تسمع يبقى اتكلم. بدل ما مركنهم مع اخواتك. دلوقتي انت بتقول جموع المسلمين وكأنه الشيء مقرر خلاص. قلت لك عايز رواية واحدة صحيحة من معصوميك انها نزلت في ماريا، صحيحة، رواية صحيحة واحدة انها نزلت في ماريا، ما استطعت ان تأتي. طيب، جميل قوي. هات لنا بقى احنا من كتب المسلمين اللي هم اهل السنة والجماعة واحد بس من المفسرين اكد وقرر انها نزلت في ماريا وليست في عائشة رضي الله عنه وارضاه. دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، لو أنا جبت لك أن هذه الآيات من كتبك نزلت في عائشة رضي الله عنها وأرضاها، إيه رأيك بقى؟ هل تكفر علماءك أم لا؟ تفضل. فتحت الصوت. أول واحد ركن جنب أخواته الجبان. لا، أول واحد دخل جنب أخواته. لا، وجاي يقول لك إيه؟ أنت بتسأل عن إيه؟ ده المسلمين كلهم قالوا أنها نزلت في ماريا. عارف شعر. شوف غباء الشيعة. يقول لك انت بتسأل عن ايه؟ ده كل المسلمين قالوا انها نزلت في ماريا.